السلام عليكم. وبخصوص القضية ديال بطاقة صفراء الرابعة ديال اللاعب المراني، ما غاديش نقدر ندخل في حيتيات لي ديال الاجتماع ديال المنخرطين كونوا واحد اللجنة وغادي يصدروا بلاغ للرأي العام في هذا الصدد هذا، غير هو كاين بعض الأشياء بديهية اللي كتتبادر الدين. هو هاد القضية هادي ديال البطاقة الصفراء هي قضية ديال مؤسسات، كاين المديرية ديال التحكيم، كاين عصبة احترافية، كاين الجامعة، وحنا اللي الأمور اللي كنستغربوا ليها هو خروج ديال واحد العدد من الأشخاص، كل واحد يخرج باش يبرر وباش يشرح العدد ديال المسائل. ونورمالمون هاد الأشخاص هادو هما راه ملزومين ماشي بقوانين وإنما بواحد التحفظ، ملزومين بالتحفظ، ما حتى واحد ما طلب بهم باش يخرجوا في إذاعات وفي الراديوات ويبداو يديروا هذوك التصريحات. يعني هادشي اللي حنا كنستغربوا ليه، ولكن كما قلت لك المنخرطين، المؤسسة ديال المنخرط في الرجاء هي من القوة الحية في المنظومة ديال فريق الرجاء الرياضي العالمي، غادي دير الدور ديالها ان شاء الله وتبلي برأي ديالها في هذه المسائل، وغادي دير واحد البلاغ اللي غادي يتبوبليه ان شاء الله، وغادي يكونوا فيه حيتيات كلها.